حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقيكم في تغطية رياضية جديدة. المستطيل الآسيوي، هذا البرنامج الذي رافق وتابع بطولة كأس الأمم الآسيوية بجميع تفاصيلها الصغيرة والكبيرة، إذ بدأ معكم منذ اليوم الذي سبق مباراة منتخبنا الوطني بالبطولة، وبالدخول في مجريات العمل التي من الطبيعي أن تحمل الكثير من الضغط والشد النابعين من العمل الدؤوب والالتزام المهني والمصداقية. وهذا عامل مهم تجسد في روحية وأداء فريق البرنامج الذي أخذ على عاتقه الحرص الكبير على إظهار البرنامج بأفضل طريقة معرفية وحلة يستمتع بها المشاهد. ورافق مسيرة البرنامج منذ انطلاقته نجم منتخبنا الوطني سابقاً كريم صدام، ضيف ومحلل المستطيل الآسيوي، ليكون إضافة كبيرة للبرنامج بتحليلاته العلمية الواقعية لجميع منافسات البطولة التي تعد الأولى على مستوى القارة الصفراء. دورينا من دوريات متميزة بالمنطقة العربية، حتى أتذكر دول الخليج يعني هابون الكرة العراقية. وعلى صعيد الأسماء المعروفة في الكرة العراقية والعربية، انضم معنا أيضا فيما بعد نجم آخر وهو الكابتن سعد قيس، ليساهم في تحليلاته الفنية بنجاح مشوار البرنامج. فريقين أنا متأكد أنهم راح يقدمون بمستوى راقي. ورغم تغطيتنا الشاملة لمنتخبات البطولة، بيد أن البرنامج كان مهتماً وواقفاً وداعماً بشكل أكثر لمشوار منتخبنا الوطني منتخب أسود الرافدين، إذ كنا كحال جميع العراقيين الذين يمنون النفس بوصوله إلى أبعد المديات في البطولة، إلا أن منتخب العراق غادر البطولة بمباراة دور 16 على يد شقيقه منتخب قطر الذي كان عزاءنا الوحيد وصول منتخب العنابي إلى نهائي البطولة. واستمر معكم فريق العمل الذي حاول بكل جهوده إيصال الصورة الحقيقية للمشاركة العراقية في البطولة حتى بعد خروجه من البطولة، إضافة إلى متابعة جميع المباريات الأخرى المتبقية. وفي نهاية المطاف نرجو أن نكون قد وفقنا بإيصال المعلومة التي يستفيد منها الجميع، وأيضا إرضاء ذائقة جماهيرنا المتابعة والعاشقة لكرة القدم العراقية. لم يبقى لدينا إلا أن نقول شكرا لجميع الزملاء في القناة إدارة وموظفين، كل حسب اختصاصه، والشكر موصول لمن وافانا باللقاءات المهمة والخاصة من قلب الحدث في الإمارات، وكذلك اللقاءات من بغداد. وشكرا للمحللين النجمين كريم صدام وسعد قيس، وأخيرا للجميع، لكم منا خالص الاحترام والتقدير. الإمضاء أسرة المستطيل الآسيوي. أقول لكم تحيات أسرة المستطيل الآسيوي، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.